انا لكن انا بتكلم في مستقبل الكوره، يعني الفتره اللي جايه. بيراميدز الفرقه اللي هي عباره عن ملايين ماشيه على الارض. حلوه دي. حلوه دي. حلو طبعا. في جامد. ملايين طايره. ملايين ماشيه على الارض. فهل النتائج مناسبه لكم الاسماء الكبيره اللي موجوده وكم الملايين خالص وتكيس تحديدا، يعني ظاهر بشكل مميز جدا، ولا ما اقدرش احكم عليه؟ بص لسه ما حدش فرصته. اولا تجربه بيراميدز دي تجربه رائعه بالنسبه للكره المصريه في مصر، بصرف النظر بقى هو جاي ليه او اتعمل ليه. انا بتكلم كتجربه كان المفروض تستغل كويس قوي، بس للاسف استغلت غلط. ازاي؟ انت جبت لعيبه كويسه قوي بالذات الموسم ده كمان والمواسم اللي قبل كده، وهما من بقى لهم ثلاث سنين سعد عبد الله السعيد انت جبت افضل لعيبه في مصر. فلازم اما اجيب افضل لعيبه في مصر اجيب لهم افضل جهاز، مش عايزه في افريقيا. لعيبه تحس ان هي عندها جهاز، يعني ابو جليل هي مقتنعه ان جهاز اكبر منها، مش هم اكبر من الاجهزه الفنيه. للاسف انا بحس ان بيراميدز اللعيبه حاسه ان هم اكبر من الاداره كمان، الاداره اللي بتدير في مصر. انت فاهم ازاي؟ انا احساسي اللعيبه، يعني اللعيبه هو حاسب نفسها ان تقيله اتقل من الاداره بتاعتها. بس يا كابتن انت انا فاهم دي، بس هم اللعيبه كده. بس ما تصدرش مشاكل من بيراميدز، يعني برضو نقول لينا واللي علينا ان هاني سعيد قادر. هو طبيعي ان حسام حسن يمشي بيراميدز وهو الزمالك متعادل معاه بالعافيه؟ هذا الكلام من اول سنه. يعني اول سنه انا بكلمك بقى، يعني اسم حسام حسن لما يمسك بيراميدز لازم يكمل لانه شخصيه قويه جدا. انت بتتكلم على اول سنه. انا بتكلم على اول سنه. أنا اداره غير الاداره دي. انا بقول لك اول سنه كان هو المستشار ترك، ودلوقتي انا عايز اقول الاداره مش قويه مش مقنعه للعيبه. توقع عقوبات صح على اللعيبه، تبقى صارمه مع اللعيبه. انت بتتكلم في التوقيت الحالي. التوقيت الحالي وقبل كده برضو على فكره. يعني عايز اقول لك اللعيب، انت بتجيب لعيب انت برضو مرفعه شويه. لا بس كان كده حسام البدري واحمد حسن. احمد حسن حسام البدري ما انت كنت بتجيب ناس بتقبض. يا اسلام معلش، ما رئيس نادي بيقبض وعضو مجلس اداره بيقبض برضو. مش ما هو كان بيتعامل بشكل محترف. يعني انا عايز اقول برضو ايه، فتره من الفترات هو تعامل مع الامر على ان اداره محترفه. اصل هو ما كانش يعتبر رئيس نادي بمعنى بالظبط. يعني هو كان رئيس فريق عمل. ما دخلش برضو في الفنيات، ما دخلش في حاجه مع لا في هو كان بيقول لك لا هو كان ايام كان لا هم جابوا أرجنتيني. شويه كده واحد برضو كان بيلبس بدله كده وكراسه حمراء، لا واحد تاني برضو برتغالي حاجات كده. يعني هجيب لك الاسماء. لكن انا بتكلم على الفرقه دلوقتي. عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومنتخب مصر فرقه تقيله فعلا، ودودو واسلام عيسى وفتحي وشريف اكرامي والمهدي يعني فرقه كويسه فعلا، فرقه قويه جدا. وعلي جبر وعمر يا خرابي. وعمر جابر ده بالذات بتاعهم اقوى منه، ده عنده ثلاثه حراس مرمى من اقوى. عندي بقى الماتش اللي بعد الجاي بيراميدز، مالكم خوفتوني ليه؟ انت عدت لي في اسال. اسلام بصراحه من الماتشات الجميله جدا اللي شفتها له النهارده، جايب جون رائع، جايب جون استلم وفي 18 تكيس مقتنع بيه قوي يا كابتن. يعني اسلام في الماتشات اللي قبل كده ما كانش بيلعب. ما كانش بيلعب. جاب جونين. جاب جون تاني. على فكره تكيس مدرب كويس قوي جدا. هو تكيس شغل دجله. طيب. شغل دجله. هو الكلام ان ايهاب جلال ممكن يتولى بيراميدز الموسم اللي جاي. هيعمل شغل كبير. هل الافضل لبيراميدز مع المجموعه دي هو دي الشخصيه بقى اللي بتكلم. هل تكيس وهو مدير فني مميز طبعا جدا هوي. نفس الامر بالنسبه لايهاب جلال، وايهاب جلال يمتاز طبعا ان هو راجل مصري بعقلية اوروبيه شويه. بس انا شايف ان الاثنين كويسين يا كابتن. يعني طب نمسك كل واحد ست شهور. لا الاصلح فعلا لو ايهاب هيمسك لا هيعمل شغل كويس قوي. طب وهينافس هينافس. تعرف ان تكيس الاسماعيلي فوضه قبل ايهاب جلال ورفض. رفض الاسماعيلي؟ رفض الاسماعيلي. ما تكيس قاعد هنا في القاهره. لا مقيم هنا. مقيم هنا. تكيس بتاع كوره كابتن وبيحب يلعب بهدوء وباعصاب هاديه. يعني كان مع دجله مفيش جمهور. مفيش ضغوط. يلعب براحته.
هو عارف ان الاسماعيلي لو جماهير جالك كورتين مش هيعرف يمشي في اسماعيليه.